9:30 الويكند كامل، فما شكون احتفل وشكون استاء من الخبر هذا، ولكن المحتفلين اكثر. نحكيو على مناظره باش تكون بين مختلف المترشحين للرئاسيات، باش تكون بين التلفزه الوطنيه ومبادره مناظره. نحن نحكيو على الموضوع هذا باكثر تفاصيل مع ضيوفي اللي حاضرين معايا اليوم. مدام مبروك خضير، صباح النور، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافه الكريمه. مرحبا، العفو لله. والسيد عدنان بن عبد الله، خبير استراتيجيات ومدير برنامج تونس تختار، كذلك عن منظمه مبادره مناظره. اهلا وسهلا بك سي عدنان، وصباح النور. صباح الخير ومرحبا بكم. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. الوغ البارح اللي صار انه الناس كل تلاقينا الخبر هذا من ولت البارح، الخبر بدات تروج، برشا ناس تفائلت بالخبر، قالت فينا المال اليوم باش ندخلوا في تقليد جديد، الساحه السياسيه باش ندخلوا لها نور من نوع اخر، ينجم يعاون الناخب انه يقرر ويختار المترشح الاقرب ليه ولمبادئه، وكذلك تعطي الفرصه للسياسيين انهم يعبروا على ارائهم ويستخدموا الحجج اللي نجموا يقنعوا بها الناخبين. خليني نرجع معك انت مدام مبروكه على مبادره مناظره، التاريخ نتاعها والفكره هذه كيفاش تبلورت الى ان رات النور الحادثة هذه. صباح النور. مبادره مناظره في الحقيقه هي منظمه مختصة في مجال المناظرات، عندها 7 سنين تخدم في تونس، وفي العديد من المراحل خلال السنوات الأخيرة نظمت مناظرات حول الكثير من القضايا الملحة في تونس أو في العالم العربي. اختصاصها طبعا هذا الباب يشتغلوا فيها مختصين، سي عباس بن كراتة هو المؤسس مع سي عدنان بن عبد الله، وكانوا بداوا المناظرات هذه في 2011 في الدوحة، وكانت مبادرات متاع مناظرات في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر ما بين شبان. إلى حد اليوم فما 10,000 شاب تونسي تكونوا في مبادرات مناظرة على ثقافة الحوار، على كيفية إدارة المناظرات والنقاش البناء حول مجموعة من القضايا بشكل مباشر. المشروع هذا جديد، أنا نشوفه هو التوب متاع المناظرات. أنا نشوف أنه في المراحل الانتخابية كما شفنا في الديمقراطيات العريقة يكثر الطلب على المناظرات وتصبح ضرورية في ظل الصراعات الانتخابية والمنافسة، خاصة في الانتخابات الرئاسية أو كذلك في التشريعية. ما نكذبش عليك، أنا أول ما اتصل بي سي عدنان بن عبد الله واقترح لي فكرة البرنامج، وكان هذا يظهر لي حكاية شهرين التالي، كان موجود هوني في تونس وقال لي راهو عندنا المشروع هذا، فرحت على الآخر، لأنه في الحقيقة أنا كنت في أكثر من مناسبة النادي ونقول يا ربي علاش تونس ما فيهاش مناظرات في فترة الانتخابات، أو كذلك حتى في فترة القضايا اللي تبدأ قضايا جدالية بشكل كبير. نتذكر وقت اللي كان فما صراع كبير ما بين نقابة التعليم الثانوي ووزير التربية في تلك الفترة ناجي جلول، كنت حتى على وسائل التواصل الاجتماعي دعيت المناظرة، لأنه ما كناش فاهمين علاش فما صراع بالنوع هذاك. وبالتالي اليوم احنا كذلك محتاجين في الانتخابات التونسية هذه، بحكم ربما كثرة المترشحين، بحكم أنه ولات انتخابات رئاسية مبكرة، الناخب اليوم ضايع، أنا بيدي مازلت ضايع نستنى في مناظراتنا باش نحكم لشكون النجم نعطي صوتي. فبالتالي نظن أنه اليوم وصلت تونس المرحلة من الديمقراطية، والمسار الديمقراطي متاعنا أصبح متطور وناضج جدا إلى درجة أنه يستاهل ويستحق مبادرة من نوع هذية. كنا نشوفوها في الغرب، كنا نشوفوها في الولايات المتحدة الأمريكية، كنا نشوفوها في ديمقراطية عريقة، ولكن اليوم أهل تونس أنها تكون موجودة في الساحة هذه، ما هيش أقل ديمقراطية من غيرها من الدول. وأنا نشوف أنه مثل هذه المبادرات اللي تنظمها منظمة مختصة فيها، يعني فيها العديد من الخبرات اللي عندها باع وذراع في هذا المجال، يمكن أنها هي تنجحها ويمكن أنها هي تساعد الناخب التونسي باش يختار، لأنه المشروع اسمه تونس تختار، وإحنا التوانسة الكل باش نختاروا عن طريق هذه المناظرات اللي باش يكونوا فيها
المترشحين قدامنا يعطيونا برامجهم نجادلوهم فيها نركزوا معاهم بالكدا وبعدين نجموا نختار شكون يعطي صوتنا، لانه بالحق خليني نقولها للتوانسه الكل واحنا في خضم الصراع اليوم وقاعدين نشوفوا فيه قاعد يحمى بشويه والنار نتاع الصراعات الانتخابيه قاعده تقوى. الناخب التونسي صوته غالي برشا، وتونس تستاهل انها توصل لبر الامان، والمسار الديمقراطي يستاهل انه يتوج بمثل هذا النموذج وهذا البرنامج الطموح. تونس اليوم اثبتت في اكثر من مناسبه انها اهل للديمقراطيه والانتقال السلمي للسلطه، واليوم الانتخابات التونسيه هذه مرحله مهمه جدا في تاريخ تونس، هي اللي باش توصلنا نتوجوا الانتقال الديمقراطي في تونس. فبالتالي مش خساره في تونس مشروع تونس تختار، مش خساره فينا احنا التوانسه اللي اثبتنا اكثر من مره وعينا وكذلك وطنيتنا انه احنا يكون عندنا برنامج اسمه تونس تختار في مناظرات يشوفها التونسيين يتبعوها بالكدا بالكدا، يكونوا سياسيين قدامهم ويحكموا بعدين نهار اللي يبداوا نهار الفوت يلقاو على الاقل الرؤيه واضحه قدامهم والمنهاج واضح قدامهم باش ينجموا يصوتوا. اكيد جدا. سي عدنان، المناظره التلفزيه تعتبر ركن اساسي كما قالت مدام مبروكه في التنافس السياسي في اعرق الديمقراطيات في العالم. كان نرجعوا بالتاريخ نحكيوا على اول مناظره حتى قبل ظهور التلفزيون في الولايات المتحده عام 1860، نرجعوا لفرنسا اللي نحن ديما نقارنوا بها رواحنا في سنوات السبعين بدات اول مناظره وولت نوع من التقليد، حتى الناخبين يبداوا ينتظروا في المناظرة هذيك للاختيار إن صعب عليهم الاختيار. اليوم في تونس صحيح على طريق الديمقراطية بدينا نقوم بخطوات نوعا ما وافقة، ولكن هل تعتبر من شراء المترشحين اليوم حاضرين لمواجهة مواجهة أكيد المحاورين ومواجهة المواطنين زادة من شيرة، والمواطن التونسي أو الناخب التونسي قادر على الفرز بين الغث والسمين فيما يخص المحتوى الذي سيقدم؟ على خاطر ديجا شفنا في نهارين توا ثلاثة أيام اللي قدموا ترشحاتهم وبعض التصريحات الإعلامية اللي كانت بالحق عندها وقع صدمة علينا والاستغراب. كان جاوبني على الأسئلة هذوما زوز، ومن بعد نرجعوا حول التعليقات على العديد من الفاعلين في الساحة السياسية وكذلك في المجتمع المدني على منظمة مبادرة مناظرة. تفضل ستي. مرحبا بكم. أنا حبيت نصحح نقطتين. تفضل. بالنسبة للتلفزة الوطنية، احنا في حوار بأنه تبث معنا التلفزة الوطنية لأنه نأمنوا أنه لازم تلفز الكل تكون موجودة في نفس الوقت. احنا في حوار معهم، واليوم إن شاء الله مع نص النهار زاد عندنا لقاء باش نتموا الاتفاقيه نتاعنا، لانه بالطبيعه باش تكون مصداقيه موجوده لازم العديد من وسائل الاعلام تبث في نفس الوقت دون اي سنسره دون اي شيء. النقطه الثانيه، يعني زميلي بالعباس وانا اشتغلنا مع بعضنا في العديد من البلدان العربيه، لكن البدايه كانت من المانيا. احنا الاثنين من المدرسه الالمانيه مختصين في الببليك سفير، يعني في الفضاء العام، وبدا يعني النقاش الاكاديمي من بيناتنا، وبعدين وصلنا للفكره هذه انه معناها نأسس مناظره في تونس. الاتفاق على تاسيس المناظره صار في دبي، بانه احنا في نفس الوقت في نفس الوقت كنا في دبي، يعني اتخذنا القرار انه يصير تاسيس مناظره في تونس. سؤالك، باش نرجع لسؤالك، هو كل مترشح لازم بالعادة يكون حاضر أنه يواجه يعني منافس ليه. منافس ويواجه الجمهور، ولازم يكون عنده يعني برنامج سياسي واضح، لأنه إذا كان ما عندوش برنامج سياسي واضح باش نقولوا احنا علاش باش ترشح. والكاميرا ستخذله دايوغ في نوع من انواع المناظرات هذه؟ لا، الكاميرا ما تنجمش تخذله، لانه احنا خاطر فما ضغط من نوع جديد راهو سي عدنان. لكن في السياسه بالطبيعه فما زاد ضغوط اخرى اكبر من الضغط نتاع الكاميرا. اكيد هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، لازم بالطبيعه زاد المواطن يكون عنده فكره على البرنامج السياسي وافكار السياسي هذا، شنو مشروعه السياسي قبل ما ينتخبوا. اذا كان هو ما عندوش مشروع سياسي دونك ما ينجمش زاد يواجه حتى حد. ومش باش يقبل باش يواجه زاد، باش يكون قدام الكاميرا وباش يبين برنامجه السياسي. هذاك علاش احنا نأمنوا بفكره انه كل مترشح لازم يكون عنده برنامج سياسي ويكون يعني حاضر وجاهز وموافق انه تطرح عليه اسئله، نفس الاسئله على يعني بالتساوي على كل المترشحين،
وبالطبيعة لازم يبين زادا برنامجه السياسي اللي باش ينتخب على الناخب، مش ينتخب، احنا ما نحبوش انه الشخص باش ينتخب برنامج، باش ينتخب برنامج برنامج سياسي، باش ينتخب افكار اللي اقنعته. هذا هو اللي علاش نأمن انه المناظرات هي مشروع ناجح بالنسبة للديمقراطيات. يعني كل ديمقراطية لازمها مناظرات، لأنه يعني الناخب لازمه زادا لازمه محطة، ولا لازمه فضاء عام اللي نجم زادا يقارن به بين المترشحين، والمترشح اللي باش يقنعه هو اللي باش يصوت له الناخب. اكيد جدا. انت دايغ انت حكيت، وحتى مدام مبروك حكيت على حقنا نحن كمواطنين، خاصه في الظرف هذايا مع انتخابات رئاسيه سابقه لاوانها، الاختيار صعب وصعب جدا. اليوم هل وجهتوا وبديتوا في توجيه الدعوات للمترشحين للانتخابات الرئاسيه؟ معناتها كيفاش يتم التعامل معاهم والتواصل معاهم سيادي؟ اول شيء باب الترشح مازال مفتوح، هذاك علاش احنا نأمنوا أنه بالطبيعة ناخذوا نتصلوا بأي مترشح، لكن لازمنا ننتظروا اللائحة الرسمية للمترشحين اللي أوفوا بكل القواعد المطلوبة من الإيزي ومن الهيكا، وبعدين يعني نتصور أنه من مصلحة الناخب والمترشح أنهم يكونوا حاضرين في الدباء يعني في المناظرة. واضح. به باش نرجع على نقطة مهمة، البارح مدام مبروكة شفنا برشا دايوغ إعلاميين يقولوا ممتاز جدا، برشا يحلموا أنهم حتى هما اللي باش يحاوروا الناخبين، معناتها فرصة حتى الإعلامي أنه يعيش التجربة هذية. ولكن باش نرجع معك دايوغ بعد الفاصل على بعض التعليق من نوع تمنينا لو كانت منظمة حكومية 100%، تمنينا لو كانت مبادرة عمومية 100% إلى آخره، ما بعض نظريات المؤامرة زادة اللي شفناها في بعض الأحيان. نحن نحبوا ناخذوا التفسير من عندكم والتوضيح، لكن نمشي مع فاصل صغير ونرجع لكم. سودكسو، والدنيا كل يوم أحلى. سانشاين أكاديمي، هنا على صغيرك معانا 50 04 35 64. إكسبريسو، رجعنا لكم في إكسبريسو، نحكيه على مبادرة مناظرة، والمناظرة التي ستفتح للمترشحين للانتخابات الرئاسية باش يقدموا البرامج متاعهم، وكذلك هي فرصة للناخبين أنهم يختاروا المترشحين هذوما على حسب البرنامج ومدى إمكانية الوفاء بالبرامج هذي. باش نرجع معاك مدام مبروكة، دوك شفنا معناتها الناس استقبلوا الخبر هذي بإيجابية كبيرة، ولكن جزء آخر زادة ما يخفش عليك قالوا تمنينا لو كانت المبادرة هذه تكون عمومية 100%، مثلا تقوم بها التلفزة الوطنية، مع العلم أنه كانت فما برامج من نوع هذه ولكن الميزانية ما كانتش ممكنة. اليوم شنو تجاوب الناس اللي تقول هذه مبادرة خاصة وفما حاجات تصير في الكواليس وساعدنين؟ معناتها نحكي لك كما يحكيوا المواطنين، أنت ذكرت بديتوا بالخليج، دبي، ألمانيا، برشا عبيد تلم النقاط هذه وتشكل بها صورة نجم تكون مختلفة عن البقعة أو مغلوطة. توضيح منك أنت مدام. أنا نقول لك أنه أنا نشوف أنه اللي رحبوا بالمبادرة المناظرات الانتخابية أكثر من اللي ينتقدوها، ولكن حتى اللي ينتقدوها طبيعي جدا أنه ينتقدوها. احنا ما عندناش تاريخ وتقليد في المناظرات، وبالتالي هذه تجربة أولى في تونس، وتجربة تحتمل الاستحسان كما تحتمل ربما التخوفات، لأنه احنا نعيش صراعات انتخابية، احنا تحكمها تونس العديد من الاختلافات الإيديولوجية حتى بين المترشحين، وبالتالي طبيعي جدا أنك تلقى شكون يخاف. ولكن يظهر لي كنا متفقين حول مبدأ معين، وأنا واحدة من الناس نؤمن به، إنه منظمات المجتمع المدني هي التي أنقذت تونس في العديد من المراحل في تاريخها بعد الثورة. اليوم إذا كان فما جارانتي لتونس باش تنجح، فإنه لأنه عندها نسيج من المجتمع المدني قوي جدا وصادق في خدمة الوطن، وقادر على إنه هو يجيب الأفكار الخلاقة والمبدعة. اليوم كنا نعرف إنه حتى الانتخابات يتم مراقبتها من
قبل جمعيات مجتمع مدني كثيرا ما أثبتت أنها على قدر كبير من النزاهة والشفافية. وبالتالي حتى في انتخابات 2014 كان هناك العديد من الملاحظين من مؤسسة المجتمع المدني وهما اللي أمنوا شفافية الانتخابات وكانوا عين الرقيب باش ما يكونش هناك أي ربما حيف أو أي تجاوز أو من أي نوع أو أي تغول من أي نوع. اليوم مبادرة مناظرة جات برنامج فيه استقلالية تامة تحريريا، وفي الحقيقة حتى في نقاشنا ومع المؤسسات الإعلامية اللي هي اليوم انضمت ولا باش تنضم مستقبلا لهذه المبادرة، فما خط تحريري كنا الناس الكل متفقين أنه لابد أنه يكون خط تحريري مستقل وقادر على أنه هو يعطي قيمة لمشروع تونس تختار، لأنه إذا باش ننجحوا احنا في تونس تختار اليوم باش يولي تقليد مش في تونس بركة، في العالم العربي الكل. اليوم تونس محط أنظار العالم الكل، والمناظرات هذه الحاجة الحلوة فيها أنها مش تكون موجودة في نفس الوقت في كل المؤسسات الإعلامية التونسية وكذلك الأجنبية. مسؤوليتنا كبيرة ونحاولوا أنه نحافظوا على الخط المستقل. أنا كيف انضميت المبادرة مناظرة مش من لا شيء، بحثت بالكدا بالكدا ونعرف تاريخ المنظمة هذه في المناظرات ونعرف قديش كانت مستقلة في العديد من المناظرات السابقة. اليوم حوالي 40 مناظرة شفتها ودرستها بالكدا بالكدا قبل حتى ما ننضم أنا. فبالتالي أظن أنه التخوفات هذه واردة، احنا إن شاء الله نكون قد المسؤولية، تجربة أولى النجم نكون ورانا باش ننجحوا في الكثير من المحطات فيها، وينجم يكون عنا إخفاقات بعدين نقعدوا عليها ونعالجوها ربما أو نتجاوزوها مستقبلا. تقليد جديد في تونس، عقلية التونسي ما هيش مستنسة بالمناظرات هذه، نشوفوها كنا في الولايات المتحدة الأمريكية ونغزولها من بهار كبير. اليوم تونس ولات أهل للشيء هذايا، وبالتالي لابد أنه نتعاون. هذا مشروع وطني راهو بالحق، ما هوش مشروع مبادرة مناظرة أكهو، مشروع كل المؤسسات الإعلامية التونسية، مشروع كل مؤسسات المجتمع المدني، ومشروع الناخب في حد ذاته والمترشحين إذا كانوا هما قادرين على أنهم يؤمنوا بالديمقراطية فإنه باش يحاولوا ينجحوا ناس كل المناظرات. شنو إجابتك مدام مبروك على الناس اللي تتسائل على التمويل الأجنبي ومدام ضمانه لاستقلالية نوع هذايا من المناظرات؟ شوف، ملاحظات متاع التمويل الأجنبي جات حتى على لسان منظمات تاخذ في التمويل الأجنبي يعني من الخارج، وبالتالي أظن أنه المنظمات هذه خدمة تونس وخدمة الديمقراطية في مرحلة معينة. وبالتالي أنا التمويل الأجنبي ما خافش منه، لأنه إذا كان يكون مدروس بشكل جيد، ثم أنه المشروع هذايا ممول من وزارة الخارجية الألمانية اللي هي مولد الكثير من المشاريع حتى في مجال التدريب. أنا مدربة في مجال التدريب الإعلامي ومنذ 7 سنوات، وفما أكاديمية للتدريب، وبالتالي التعاون التونسي الألماني في العديد من المجالات ما هوش جديد. اليوم إذا كان فما مشروع مناظرة ممول من طرف أجنبي فإنه بالحق يعني فما استقلالية تامة في المناظرات هذه، حتى إنه اللي بايور دو فون يعني يطلبوا فقط الخطوط العريضة للمناظرات، ربما مش من حيث الاستراتيجية كيفاش بتتعمل والكل، ولكن التدخل في التحريري ما فماش حتى إمكانية تدخل، لأنه هناك يعني هيئة تحريرية خاصة حتى أنا ما عنديش فيها دخل. الهيئة يعني مش كون تكون اليوم، مش كون يكونها، توانسة أجانب مختلطة كيفاش؟ شوف، المشروع متاع المناظرات هذية تونسي 100%، يعني ما فماش حتى أطراف أجنبية. عدنان يظهر لي واحد من بين مؤسسي مناظرة وهو تونسي ألماني، ولكنه بالحق مفخرة للتونسيين في ألمانيا لأنه مرجع في المناظرات، وهو وبالعباس من كرادة يعني في مبادرة مناظرة يعطيه حتى ديز إكسبرتيز لديز أورغانيزاسيون انترناسيونال، يعني هذا كاختصاصهم. فبالتالي أظن أنه اليوم ما نصورش الناس عندها رصيد من الخبرة في مجال المناظرات باش تجي اليوم وتحاول تفرض نموذج معين. يعني الاستقلالية كانت ديما هي الخط الأحمر لمناظرات السابقة، وذلك علاش مبادرة مناظرة القادسة دا واليوم عندها تاريخ وعندها ناس متبعين وعندها شباب تكونوا أكيد. فيها اليوم زوز من الشباب اللي تكونوا في مبادرة مناظرة هما كيفون أنيمي المناظرات في تونس ممتاز. وبالتالي اليوم راهو فما شباب توانسة قاعدين يستفادوا من الخبرات متاع ليزيكسبير اللي موجودين في مناظرة. وأنا واحدة من الناس ما عنديش أنا متحدثة رسمية باسم
مبادرة، فما هيئة تحريرية كاملة باش تخدم على هذايا، فما دي موديراتور مش يكونوا موجودين من مبادرة مناظرة ومن المؤسسات الإعلامية الشريكة معنا في هذه المناظرات، مش نحاولوا ناخذوا الناس الأكثر استقلالية الأكثر قدرة على إدارة الحوار، لأنه مش سهل إدارة حوارات ومناظرات انتخابية بهذا الكم الغزير من المترشحين وبهذا الكم الغزير من إن شاء الله نقول برامج انتخابية، لأن مزلنا مش برامج وإن شاء الله تكون مبادرة مناظرة يعني قادرة على أن هي توصل البرامج هذوما للناخب التونسي. ولكن بالحق خليني نعد التوانسة بالحق، قبل ما كنتش عندي حتى انتماءات يعني لا في منظمات ولا جمعيات مجتمع مدني، أنا صحفية ونؤمن بالاستقلالية وخدمت توا إلى حد اللحظة كصحفية فريلانس يعني ما انضمتش، ولكن المشروع بطرافته وبنزاهته وبقيمته الكبيرة اللي تنجم تضيف للانتخابات هذية ما ينجم كان يهزنا البر الأمان. اليوم عندنا مناظرات انتخابية في الرئاسية وكذلك في التشريعية، ما ننسوش التشريعية اليوم راهو عندنا برلمان باش يتكون وعندنا حكومة باش تتكون، والمناظرات هذية راهي ماهيش باش تكون في الرئاسية وفي التشريعية أكهو، فما مناظرات أخرى من أجل محاسبة من سيكونون موجودين في هذه المناظرات ونرجعوا لهم بعد ما يبداو العمل نتاعهم باش نشوفوا مدى وفائهم للوعود الانتخابية اللي قدموها أثناء المناظرات هذه. وبالتالي كنا حتى المؤسسات الإعلامية الشريكة معانا واللي التحقت بينا والتي ستلتحق بينا نحاولوا كل انه احنا نخدموا في كنف الاستقلالية، لانه المصلحة مصلحة وطنية بالاساس، والمصلحة هي مصلحة تونس ومصلحة الناخب التونسي مصلحتنا احنا زادة كناخبين. ساعدني انا عملت ريكروتمون به اليوم فيما يخص المتحدثة الرسمية باسمه ادارة مناظرة. انا ممكن نحب نوضح معناها نقطة التمويل. التمويل ونحب زادة نعرف الكلفة الاقتصادية للبرنامج هذا. أول حاجة من حق أي مواطن باش يتسائل علاش تمويل خارجي؟ يعني إذا كان لقينا تمويل داخلي ما نقولوش لا. حاولتوا أنتوما؟ حاولنا، لكن أول حاجة لا فما شروط زادة معينة لازمها تكون متوفرة عند الممولين. بالطبيعة. الممول ما عندوش الحق باش يتدخل يعني في المواضيع، ما عندوش الحق باش يتدخل في الكونتينيو. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية احنا كيف نقولوا ألمانيا يعني هي بلد معروف بالديمقراطية، وزارة الخارجية الألمانية اللي هي ساندت عديد من المرافق العمومية أيضا اللي هي ساندت تونس في الثورة اقتصاديا وسياسيا أيضا، ما عندهاش حتى مصلحة في الحاجات هذه. يعني باش أعطيك أبسط مثال، كيف يصير أي كارثة طبيعية في العالم في أي مكان في العالم مهما كان بعيد، ألمانيا جنت يعني ناس تسمى كاتاستروف شوتس اللي هي كما الحماية المدنية لكن متخصصة في الكوارث الطبيعية، وتبعثهم البلدان هذية باش يساعدوها. شنو مصلحتها من الحكاية؟ دبلوماسيا يحسبوا لها فيما يخص الحضور العالمي، ولكن فما جانب إنساني زادة هذايا ما نجموش نشككوا فيه. علاش ما نجمش يكون الجانب الإنساني زادة موجود في الحكاية هذه والجانب دبلوماسي أيضا؟ لأنه ألمانيا ساعدها أنه تونس تكون مستقرة اقتصاديا وسياسيا. هذه من حاجات، لكن ألمانيا هي نفسها ترفض التدخل في المحتوى، لأنه حتى في العقود الموجودة ترفض أنه تدخل في المحتوى، يعني هذا بند موجود في العقود. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية نجيو أنا نقولوا علاش مش المؤسسة العمومية اللي تقوم بالدورة بالضبط هذيك سؤال تطرح دا يغلي من عند الكثير. كما قلنا ما نجموش حتى كيف نحكيه باش نسهلوا مع المستمع، تصوروا مثلا أنا توا عنا ماتش متاع كورة، الحكم يلعب في البارتي يمركي بونت ويحسب وحده، ما نجمش تكون هي مؤسسة عمومية تابعة الدولة، والدولة حتى لو كان عندها استقلالية معينة يعني لكن باقي تبقى فما شكوك. هذاك علاش منظمات المجتمع المدني هي اللي لازمها تكون هنا المنظمة وهي اللي تضمن الاستقلالية في كل يعني هذه حسب ضوابط علمية كيفاش تصير المناظرات في العالم. مثلا في أمريكا ولا في فرنسا مش التلفزات العمومية تقوم بها، في منظمات أخرى تعنى بشأن هذا. لا كيف الأغلبية التنظيم يكون من منظمات المجتمع المدني. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية
حتى في البث، البث لازم يكون مباشر ومشترك، ولازم يكون مشترك ما بين وسائل الإعلام يعني العمومية والخاصة، وذلك لضمان خط تحريري مستقل ونزيه. الكلفة الاقتصادية اليوم تاع المشروع هذا اللي ما كانتش موجودة عن التلفزيون العمومية، كان نجمو ناخذ فكرة بالأرقام سي عدنان؟ والله هو فما تكلفة الإنتاج، لكن فما تكاليف التنظيم، يعني بالضبط. فما تكاليف التنظيم اللي هي طبعا رهيبة جدا. احنا بكل صراحة يعني كل الوسائل الإعلام المتشاركة معنا ما تاخذش حتى ملي، يعني كلها لصالح. احنا قلنا اوكي كيف نقولوا، مش نحكيوا على مناظرات لصالح تونس، نحكيوا على المصلحه الوطنيه. دونك ما نستحقوش باش نجيو لاي وسيله اعلام ونقولها والله احنا نحبوا نعطيوك مبلغ كذا كذا باش تبث، لا، هذه المصلحه الوطنيه. واحنا كاعلاميين وسائل الاعلام لازم تتجند من اجل المصلحه الوطنيه. به فماشي رقم الارقام نجم خرنينا راني فماشي رقم تقريبا فما أرقام لكن تكاليف الإنتاج معروفة يعني عند الناس كل، اللي هي تتراوح تقريبا بكل مناظرة ب 50,000 يعني أورو في الحلقة الواحدة. الحلقة الواحدة وانتم باش تخدموها من 2 ل 7 سبتمبر هكا؟ لا هذه النقطة اللي حبيت نوضحها. احنا راهو التو مازال ما عندناش اتفاقية مع التلفزيون الوطنية، ماذا بينا تكون معنا. عندكم اجتماع اليوم على نفس النهار؟ عندنا جمعة نتلاقاو معاهم، اتفقنا على العديد من النقاط. ما نعرفش اذا كان نهار الجمعه اللي فات كان يعني خطا تواصلي، لانه المشروع نتاعنا اسمه تونس تختار، يعني هذا كان واضح من الاول. حتى في يعني في الصفحه الرسميه نتاعنا موجوده تونس تختار. كان عندنا يعني لقاء نهار الجمعة وتفهمنا باش نتلاقاو زاد اليوم نهار الاثنين ان شاء الله مع نص نهار، وان شاء الله نصحوا اتفاقية مع التلفزيون الوطني. وقتها باش تم اختيار التواريخ اللي باش تتم فيها المناظرة ان شاء الله هذه. لكن حسب ضوابط علمية، احنا نخدموا كان حسب ضوابط علمية. يعني وما نجمش تكون مناظرة ناجحة اذا كان في ظرف اسبوع يصيروا 6 مناظرات، لانه يتشتت الناخب يتشتت. اذا كان كل يوم باش تعرف على مترشح اللي باش يقنعوا في اخر الاسبوع، باش يكون عنده 6 مترشحين اللي يقنعوه. يعني كيف يكون قدام الصندوق مش يعرف شكون باش يختار. لذلك فما ضوابط علميه اللي تكون لازم تكون متوفره لتنظيم مناظرات ناجحه وتخلي الناخب يعني يتخذ قراره. لكن باش تزيد تشتت اذا كان نحطوا 6 مناظرات في نفس الاسبوع، هذا يشتت. كيفاش يعني باش تعملوا ميلا مع ضيق الوقت؟ سامحني خاطر نحن ديجا الوقت وجيز جدا للانتخابات الرئاسيه، كيفاش باش تعملوا؟ حسب ضوابط علميه يتم اختيار مترشحين. احنا زلنا نستناو معناها القائمه الرسميه اللي باش تصدق عليها ليزي. شوفوا شكون المترشحين اللي اوفاو بالشروط اللازمه. ومن بعد نجموا نحطوا يعني قداش من المناظره باش نعملوا وفي اي اطار وكيفاش معناها يتم اختيار المترشحين حسب ضوابط علميه يعني واضحه ودقيقه وشفافه ايضا. واضح. سؤال اخير لك انت مدام مبروكه، فتنا الوقت في 30 ثانيه تقريبا. انت قلت انه المحاورين باش يكونوا من مختلف المؤسسات الاعلاميه في تونس، باش يكون فما نوع من التوازن. اليوم فما عباد تتسال مثلا على اسم مكي هلال، اسم سماح مفتاح، برشا اسامي من النوع هذايا اللي يمكن في الحوار الاخير خلينا نقوله بصراحه مع رئيس الحكومه حسوا انه فما نوع من الـ مش انعدام الحرفيه اللي نحترموهم واكيد حرفيين جدا، ولكن نوع من المجارات الحوار وعدم طرح الاسئله المناسبه، وفما نوع من التخوف اليوم في اختيار الاعلاميين. اسم هذا وارد؟ الاسامي هذه تنجم تكون وارده وتنجم تكون مش وارده. ما نجمش نعطيك توا المعطيات، لانه في الحقيقه فما معناها اسماء مطروحه علينا ومازلنا نتناقش وشكون ينجم يكون موجود في المناظرات هذه. ولكن تحية لكل زملائي مكي هلال وسامح مفتاح والمنشطين الكل. انا نشوف انه اليوم عندنا منشطين قادرين انهم يديروا المناظرات وقادرين انهم هما ينجحوا المناظرات، ولكن خليني نقول لك حاجه بركه، انه لا يهم من سيدير الحوار بقدر اهميه الاسئله وكيفيه صياغه هذه الاسئله. اليوم
الأسئلة متاع للمتناظرين ما هيش جاية من عدم. فما فريق كامل تقني قاعد يدور في مناطق الجمهورية الكل من أجل رصد أولويات الناخب التونسي. ذي سؤال جينا قالك نحبوا نسألوا نحن قالك فما سؤال جينا قالك نحبوا نسألوا ونوصلوا الأسئلة متاعنا مواطن. طيب احنا قريبا جدا باش نبدأوا حملتين متاع أشتاج ما نعطيك صوتي كان وما تولي رئيسي كان، وهما زوز هاشتاج باش ندوروا مناطق الجمهوريه الكل باش نصوروا فيديوهات من اجل انه احنا نجمعوا اولويات الناخب التونسي في الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه، وبعد ذلك يتم صياغه المحتوى مع لموديراتور وهيئه التحرير من اجل طرحها على المتنافسين والمتناظرين. فبالتالي التونسي الكل باش يلقى روحه في المناظرات هذه، لانه حتى الماده مش تستمد من اولوياته هو ومن انتظاراته هو. ساعدني الكلمه الخليل. اي فما نقطه مهمه جدا، احنا بصدد يعني العمل على على انجاز بلاتفورم كل تونسي ينجم يستعمل الهاشتاج هذايا، ما تكون رئيسي كان ويقول شنو هي يعني الاولويات نتاعو، ولا بالنسبه للتشريعيه ما نعطيك صوتي كان ويقول شنو هي اولوياته. هذه الحاجه الاولانيه. الفريق اللي قاعد يخدم في جميع انحاء الجمهوريه هو فريق يدرب الناس يعني باش يقول لهم شنو هي اولويات، لانه الناخب أغلبية الناخبين ما يعرفوش شنو يعني شنو ما شنو مسؤوليات الرئيس وشنو مسؤوليات البرلمان. هذه الحاجة الأولانية. احنا من واجبنا الساعة باش نقول لهم شنو هي صلاحية الرئيس وشنو هي صلاحية البرلمان وشنو هي بالنسبة لي أولويات للرئيس وشنو هي أولويات زادة للبرلمان. شكرا لك سي عدنان بن عبد الله خبير استراتيجيات ومدير برنامج تونس تختار. شكرا لك كذلك مبروك خبير المتحدثة باسم مبادرة مناظرة. فكر على الفيسبوك نجموا تلقاو مناظرة بالعربية تكتبوها، كذلك على تويتر @مناظرة. شكرا لكم على الحضور وحظ موفق، وأكيد باش يكون عندنا معكم لقاء قبيل الانتخابات الرئاسية وكذلك التشريعية وبعدها. نحن مازلنا مكملين معاكم حتكشي للتسعة ونص، بعد شوية يكون معنا سيد موسى عبد الكبير نحكيه معاه على حقيقة الفيديوهات اللي راجت البارح فيما يخص المهاجرين الإيفواريين اللي كانوا حسب الصور والفيديوهات عاشوا ظروف صعيبة على الحدود الليبية التونسية. هذا صحيح وإلا لنكتشفوه بعد شوية، ولكن توا نمشي مع فلاش شانج ونرجعوا لكم توت سويت.